إذن ما قيل قبل الفاصل ناخده بجد بقى، السمنة مرض خطير جدا، مضاعفات السمنة والله العظيم فهرس كتاب أمراض بطن، فهرس الكتاب مضاعفات السمنة، ركبك هتبوظ، كبدك هيتملي شحوم دهون كبد، شرايينك التاجية ممكن تقفل، كوليسترولك هيعلى، نفسيتك هتبقى هباب، هتبقى هباب انك مش قادر تعمل اللي بيعمله غيرك. فاحنا ناخد قواعد مهمة جدا في حياتنا، اوعى تشبع، اوعى تشبع ولا تطغوا فيه فيحل عليكم بغضب، نحن قوم لا ناكل حتى نكون، واذا اكلنا لا نشبع. قسم اكلك 5 وجبات، كل وجبة لقمة، بسد نفسي، اكلمك في اي لحظة في اليوم جعان تقولي لا، شبعان تقولي لا. السيدة عائشة كان لها حديث جميل جدا جدا جدا، حديث صحيح، بتقول فيه كان يمر علينا 3 أهلة تشوف الهلال 3 مرات، يعني شهرين كاملين. ايه يا سيدة، يا أم المؤمنين، كان يمر علينا 3 أهلة لا يوقد في بيت رسول الله النار. تعرف تقعد شهرين من غير ما تطبخ، وكنا نعيش على الأسودين. الأسودين مش يعني لونهم أسود، يعني السواد الأعظم اللي بيستخدمه التمر والمي. شهرين. سيدة عائشة كانت رشيقة جدا، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان رشيق جدا، كانوا بيتسابقوا، بيعملوا سبق بينهم. ليه؟ الأكل خطير جدا جدا جدا. فإحنا عندنا ديننا بيمنعنا من الأكل، ومع ذلك تلاقي واحد متدين جدا جدا جدا، وبيحب ربنا جدا، وبيقوم بجميع العبادات، لكن الأكل مش قادر عليه. نقول له لأ، ده جزء مهم جدا، ده في خلق المسلم، ده جزء من أخلاقك إنك تاكل على قد، يعني يدوبك. يعني أميرة محمد بتبعت رسالة جميلة جدا، بتقول ايه؟ جدتي عندها 65 سنة، جد، بتشتكي من عظمها، ما بتقدرش تقف على رجليها كتير، وبتعمل كل حاجتها بنفسها، وراحت للدكتور واداها مسكنات، بس المسكنات ما بتعملش حاجة، بتسكن الوجع وبعده بيرجع تاني. هي كانت عايزة اي حاجة غير المسكنات. هنجاوبك يا ست أميرة، اخطر حاجة في الدنيا المسكنات، اخطر حاجة في الدنيا يا أميرة. كل 100 واحد بيغسلوا كلى 50 بسبب المسكنات. تصدقي كده؟ عشان ادي مسكنات تكون الكلى بيرفكت، ومش كتير، ما اقعدش على المسكنات 10 سنين وبعدين الاخر لاقي عندي فشل كلوي. ألعن حاجة ربنا خلقها لنا في الأدوية المسكنات، بس هي لذيذة جدا. أنا عظمي بيوجعني، خدت قرص راح الوجع، ما هي لذيذة، طب ما أنا هاخد قرص تاني عشان لذيذة، وتالت ورابع، ما ينفعش. أهم حاجة يا بنتي معرفة السبب،